يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد وعريكي. شركة أوكي، شركة صينية اللي ما يدري عنها، بلشت تسوي مثل الباتري بانكس اللي موجود عندي هني. لا هو مو على باتمان، حفرته بالليزر عند مجموعة هاتف 2000 عندنا هني بالكويت، وهم بعد وكلاء الحصرية حق شركة أوكي عندنا هني بالكويت. باتري بانكس، سماعات وغير من الأمور، موقع مالهم راح يكون تحت. فأوكي مسوية بلوتوث سبيكر تقدر تستخدمها عن طريق البلوتوث، تقدر تشبك عليها تليفونك، وفيها بلتن مايك فتستعملها علشان تسوي مكالمات هاتفية. أي تليفون فيه بلوتوث راح يشتغل معاها. والحلو في الموضوع أنه إذا أنت ما كنت تبي تستخدم البلوتوث، تقدر تستخدم الأوكسيلري أو 3.5 ملي. تحتاج طبعا تليفون يكون فيه 3.5 ملي، وهالأيام هذه تليفونات نادرة. عندك تليفون طبعا نفس اللي أنا قاعد استخدمه الحين، الـ LG V13، نقدر نركب عليه الأوكسيلري ونسمع صوته سماعة. بالذات إذا أنت حاط ببالك أنك تبي تستخدم هذه السماعة علشان بس تسمع موسيقى، أو إذا أنت كنت تبي تجري مكالمات. خلينا نشوف شلون نقدر نشغلها. On and off toggle. حلو. هذا الصوت اللي تعطيك اياه كانديكيتر انه سماعة للحين قاعد تشتغل. اوكي. اوكي. في عندنا ازرار هني موجودة مثل البلاي بوتن، صار الحين شاب. فنقدر احنا الحين نشغل شيء من هني مثلا، واعطاني انديكيتر بالتليفون انه سماعة شغالة. هيدز اب مرة ثانية، هذا الورنينج او الانذار، تحذير، راح نشغل موسيقى علشان نسمع صوت السماعة، فاذا هذا الشيء يزعجك قصر على الصوت. خلينا نشوف لنا شيء ان شاء الله. بروس سبرينغستين، دانسينج ان ذا دارك. خلينا نسمع. نطول. ها. هذا الصوت يعني يعطيك انديكيتر انها قاعد تطول. هذا حدها. اوكي خلينا نطول من التليفون عليه. السماعة قاعد تهز بيدي. صغيرة بس تطلع صوت وايد وايد عالي. في زر تسجيل مستوى الصوت. حلو. فتقدر تطول وتقصر من الأزرار الموجودة هني. عندنا هني توغل حق الأون والأوف، وفي هني مود تقدر تضغط هذه علشان تحول ما بين 3.5 ملي وما بين البلوتوث إذا تشابك على البلوتوث. وعندنا هني منفذ المايكرو USB علشان تشحن السماعة نفسها، وعندنا منفذ حق المايكرو SD عشان تقدر تركب ميموري كارد يكون فيها موسيقى وتشغلها عن طريق السماعة. طبعا هي سماعة واحدة قاعد تشوفها اهل قاعد تطلع الصوت لفوق، بس واضح جدا ان فيها بلتن سبوفر اللي قاعد يخلي السماعة تهتز بيدي بهذا الشكل. ف حلوة. بس خلينا نقول انت مزاجك اقوى من بروس سبرينغستين وأقوى من سماعة تكون بس هالكبر، أوكي هم عندهم شيء ثاني حقك. في ديديكيتد سبوفر يمين ويسار، وهذه كلها سماعة. في عندك ستاند. شيء غريب انك تشم الالكترونيات وما تشغلهم. دائما وابدا اتذكر ايام عالميه اللي بالكويت، يدرون تذكرون العالميه، كمبيوتر صخر، MSX، تذكرني بهذه الريحه. طيب فعندنا هني نفس الافليت او الكيابل اللي تي مع السماعه الصغيره، سماعه مايكرو USB عشان تشحن، و3.5 ملي مره ثانيه اوكسيلري علشان هي فيها نفس المواصفات تقريبا الموجوده بالسماعه الصغيره بس على حجم اكبر، والصوت المفروض يكون اوضح وانقى. خلينا نشغلها ونشوف. في ازرار هني، باور بوتن، مره ثانيه المود بوتن عشان تحول ما بين بلوتوث واكسيلري، توقف وتشغل، وعندك هني تطول وتقصر مستوى الصوت. خلينا نشغلها. واضح واضح من الصوت اللي قاعد يطلع ان هي من الحين صوتها راح يكون افضل. خرك بال3.5 ملي، ويمكن مزاجك انت الحين صار مو بروس سبرينغستين. شنو احط لكم؟ فانتوم برايد، ديفتونز. يمكن مزاجك نفسي. صوت عالي. تو مستوعب الساعة 8 قاعد اصور. شوف شلون قاعد يهتز.
سب ووفر قاعد يهتز وللحين مو صح حق الكلايمكس والاغنيه. سماعه يا دوبك فوق ال 20 دينار تعطيك صوت جدا ممتاز، قاعد تتكلم 60 دولار امريكي تقريبا. الرابط راح يكون تحت حق هذه السماعه، موجوده عندنا احنا عن طريق موزع معتمد بالكويت حق شركه اوكي هاتف الفين. فنفس الطريقه نفس الصوت انت راح تسمع اذا استعملته على البلوتوث. خلينا نوقف الحين الموسيقى، خلينا نسمع الصوت مال كلاريتي حق المكالمات. عندنا احنا هنا رقم بالكويت شهير اسمه 113 تتصل عليه ويعطيك الوقت. بعد الإشارة ساعة 8:06 صباحا و40 ثانية. مشكور 40 ثانية هذا أهم شيء. At the next stroke the time will be 8:06 AM and 50 seconds. 50 10 ثواني احنا المفروض صارت بعد الإشارة صارت دقيقة صح عدد 8:07 صباحا. سماعة ما فيها مسكة علشان تقدر تشيلها كل مكان تبي، بس وايد خفيفة مثل ما انتم شايفين، تقدر تاخذها معاك شكلها روبست. فيها انديكيتر من هنا تحت حق ال LED اذا تبي تسوي لها بير حق البلوتوث، منفذ 3.5 ملي من الخلف، وعندك المايكرو يو اس بي علشان تشحن السماعة. عندك ديديكيتد سب ووفرز موجودين هنا مثل ما انتم شايفين، واتوقع هم صارين لي داخل علشان لا سمح الله اذا طاحت منك السماعة ما تتاثر السب ووفر او سب ووفر ما يتاثر، والكوتينج هذا اللي دار مدار السماعة كله يطلع لك صوت، صوت مو من اتجاه واحد قاعد يطلع لك صوت من صوبين. فهم حركة حلوة. الزقم أو الأزرار الموجودة هنا مصنوعة من الربل تعطيك جريب فيل حلو، وبنفس الوقت سعرها فيها صراحة يعني ساوند كواليتي مالها وايد ممتاز مثل ما حاولت أن أبين لكم بهذا الفيديو. هذا الغاني اللي أنا أحب أسمعها سوري، في مزاج ثاني مرات أنا أحب أسمع يمكن فيديوهات ثانية أنا أسمع المزاج الثاني اللي أنا استانس عليه. فعندك سماعة صغيرة إذا أنت كنت حاب انك تاخذها معاك تكون متنقله وهم تعطيك صوت وايد ممتاز بس بدون ديديكيتد سب ووفر، وعندك صوتي هني افضل راح يكون تقريبا. هذه تقريبا سعرها يا دوبك فوق 30 دولار امريكي، وهني عندك هذه يا دوبك فوق 60 دولار امريكي، فسعرهم وايد زين مقابل الاداء اللي انت راح تحصله من شركه اوكي اكيد. فبس سامحوني على طال الكسور، سلامتكم وتعيشون. احمد وعركي فمان الله الكريم.